من أيام بدأت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، المهرجان ده بيجمع ما بين الأصالة والإبداع في أجمل صورة ممكنة. يمكن شفنا حفلات غنائية كان ليها يعني جماهيرية زي حفلة مدحت صالح وحفلة أنغام. مهرجان مستمر من 11 لغاية 24 أكتوبر تحت شعار الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش. كالعادة المهرجان بيقدم باقة متنوعة من الحفلات اللي بتجمع ما بين نجوم الطرب العربي على مسرح أو مسارح دار الأوبرا المصرية في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وبيستقطب جمهور كبير من محبي الموسيقى من كل أنحاء الوطن العربي. فعاليات وحفلات وأصوات قوية جذبت الجمهور من كل أنحاء العالم العربي خلال الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يقام خلال الفترة من 11 حتى 24 من أكتوبر ويحمل اسم الفنان الراحل سيد درويش احتفالاً بمئوية رحيله. فعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقام على مسارح الأوبرا في محافظة القاهرة على مسرح النافورة والمسرح الكبير والمسرح الصغير ومسرح معهد الموسيقى العربية ومسرح الجمهورية. وفي محافظة الإسكندرية تقام في مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، وفي محافظة البحيرة مسرح أوبرا دمنهور. وضمت الفعاليات 47 حفلاً بمشاركة 113 فناناً منهم 76 مطرباً ومطربة. ولا في حد بيشغل عمري بعدك، انت ما استغناش عنك بالدنيا، ما استغناش انا في الحب، يا حبك انت ما غناش، ما استغناش عنك. ويتميز مهرجان الموسيقى العربية بأنه لغة فنية للتواصل تخاطب الوجدان وتنقل الأحاسيس والأشجان والأفراح. وعلى مدى عصور وتاريخ طويل كانت مصر ولادة للعديد من المطربين والملحنين والموسيقيين الذين أثروا بإبداعهم الحركة الفنية العربية، ومن خلال المهرجان نستعيد تراثنا ونحافظ على أصالتنا في عالم يشهد تغييرات متسارعة. ويعد المهرجان هذا العام فرصة مهمة ليس فقط لجمهور المستمعين بل أيضاً للباحثين والدارسين والمتخصصين من خلال جلسات المؤتمر، مما يساهم في تعزيز الحوار الفكري عن الموسيقى العربية، كما أنه جسر للتواصل بين الشعوب ومنصة لإطلاق المواهب الشابة وللتعريف بالموسيقى العربية في العالم. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، إيه تكون قد الحياة، إيه تعيش وحيد وسط الدروب. كذلك تضمنت الحفلات ليلة طربية قدمتها المطربة نسمة محجوب على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلالها عدداً من أغانيها، منها هتقولي إيه وكل شمس ليها ظل ومستغربة والوقت يعدي، كما غنت باللغة الإنجليزية وغنت كذلك لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية ألف ليلة وليلة، وللراحلة وردة أغنية بتونس بيك، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور. كل شمس ليها ظل، كل أزمة ليها حل، كل يوم في حد ثابت مكانه مهما تاهت قصاده حد مالي، كما أطرب النجم تامر عاشور جمهور المهرجان بمجموعة من أجمل ألحانه. ونظراً للإقبال الكبير على تذاكر حفله، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور أحياها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو سعيد كمال. وقدم أيضاً المطرب فؤاد زبادي ليلة في حب محمد عبد المطلب، غنى فيها باقة من روائع عبد المطلب، منها ساكن في حي السيدة وشفت حبيبي وما بيسألش عليا أبداً، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، أهو عشان أنول كل الرضا يومات أروح له مرتين، للسيدة لسيدنا
حسين. وقدم مهرجان الموسيقى العربية 2024 قرابة 45 حفلاً متنوعاً حظيت جميعها بإقبال كبير من الجمهور على كافة مسارح الأوبرا. واللي ما يعرفش مهرجان الموسيقى العربية مهرجان يعني بيستنعوا الشق الطرب الحقيقيين الأصليين يعني من السنة للسنة، ومن أبرز نجومه دايما بيبقى مدحت صالح وأنغام. يمكن السنة دي برضو شفنا حفلة أحمد سعد اللي كانت عظيمة جدا، وحنشوف حفلات دايما على مدار الأيام لغاية ختام المهرجان يوم 24 الموافق يوم الخميس القادم. والحجز يا مصطفى أكيد عن طريق موقع تذكرتي.